زي ما قلت لكم هقول لكم نصايح كده علشان خاطر يكون عندكم نشاط وطاقه جديده مع بدايه الاسبوع الجديد خلاص، والمدارس والجامعات هتبدا ان شاء الله. فلو بتصحى من النوم حاسس ان انت كسلان شويه ونفسك ترجع تنام تاني، هقول لكم بقى على النصايح اللي هتساعدك ان انت تحس بالنشاط في بدايه اليوم وتجدد الطاقه. اولا اهم حاجه ان انت تشرب ميه كتير جدا جدا جدا، لان قله شرب الميه بتخليك تحس ان انت عايز تنام، ما عندكش اي طاقه. دايما تكون ازازه الميه بتاعتك معاك، بتاخدها من بيتك معاك في اي مكان لحد ما تروح يكون معاك ميه. ده صيف شتاء، صيف شتاء الميه دي مهمه قوي 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 يا جماعه. ممكن اللبان كمان تستخدمه، لانه من اكتر الحاجات اللي تساعدك ان انت تكون فايق شويه ومفوق. بس طبعا في المدارس ما ينفعش تاكل لبان او حتى في الجامعه، بس طبعا لو انت رايح اي مشوار تاني بعيدا عن المدرسه او الجامعه ممكن تستخدم اللبان، ويكون اللبان خالي من السكر عشان ما يسيبش اي مشاكل للاسنان. روح الشغل او الكليه او المدرسه مع اصحابك، لما تقابل صحابك في بدايه اليوم وتقعدوا تتكلموا هتفوق وهتصحصح جدا وهتضيع احساس الكسل. وهتكون كمان عايز ان انت يعني او رغبتك ان انت عايز ترجع تنام تاني مش هتكون موجوده. مهم جدا ان انت ما تشربش اي قهوه او اي حاجه فيها كافيين اول ما تصحى من النوم على طول. حاول ان احنا ناجله شويه، او اجل اول فنجان قهوه خليه مثلا بعد ساعتين، علشان تدي الفرصه ان جسمك يفرز هرمون حاجه اسمه الكورتيزول باللام. الكورتيزول ده لما يتفرز بشكل طبيعي بيكون مسؤول ان هو ينظم الطاقه بتاعتك طول اليوم. فلما تشرب القهوه اول ما تصحى بتخلي جسمك يعتمد على الكافيين اللي جواه، فبيفرز يعني كميات قليله من الهرمون ده. برضو من النصائح المهمه الدش البارد. الدش البارد اول ما تصحى من النوم من اكتر الحاجات اللي هتفوقك وتخليك تبدا يومك بنشاط وحيويه. التمرينات الرياضيه مهمه جدا مهما كانت بسيطه، لما تعملها في بدايه اليوم هتساعدك جدا ان انت تفوق وتصحصح وتحافظ على نشاطك طول اليوم. اهم بقى حاجه ودي وجبه مهمه جدا لازم نعملها هو الفطار، لازم نفطرها ليه الفطار يعني وجبه مهمه جدا وهو الفطار. الفطار كمان من اكتر الحاجات اللي هتساعدك ان انت تكون مصحصح في بدايه اليوم، بس المهم ان انت تختار اكل صحي متوازن، مفيش اي دهون كتير، مفيش اي سكريات كتير، في كل العناصر الغذائيه اللازمه. مهمه قوي لجسمك، هيفرق معاك جدا جدا في النشاط بتاعك. افطر خضار، حط جرجير، حط اي حاجات خضراء ومعاه بروتين، مثلا ممكن تاكل فول، ممكن تاكل اي حاجه بقى يعني مثلا اي حاجه فيها بروتينات وخضار، عصير مثلا جنبيها، بس حاول تكون حاجات فريش مش حاجات معلبه. الحاجات دي كلها بتفرق جدا 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 جدا، فخدوا بالكم من وجبه الفطار لانها من اهم حاجه للجسم، سواء بقى انت عايز تصحصح مش عايز تصحصح،